بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا الطلبة. موضوعنا اليوم هو الماستر سير اوبريشنز. موضوعنا راح ناخذه في الجزء الثالث من المحاضرة السابعة، example of methods to determine the mass transfer coefficient. الاكزامبل الموجود هنا قدامنا عبارة طلاب عن عمود يحتوي جدار رطب، القطر الداخلي هو 2 انش، يحتوي في داخل هذا العمود على خليط يتكون من الهواء والـ CO2. هذا الخليط يجري بسرعة 3 فوت بير سكند. في نقطة معينة على جدار هذا العمود، تركيز CO2 في الهواء هو 0.1 مول فراكشن. عند نفس هذه النقطة يكون تركيز CO2 هالمرة بالماء على الحد الفاصل بين الغاز والسائل هو 0.005، يعني مطينا تركيز CO2 0.1 وين بالهواء. وعند نفس النقطة عملية انتقال الغاز إلى السائل، عند هاي النقطة يكون تركيز CO2 هو 0.005. الظروف التشغيلية للسيستم مالتنا داخل هذا العمود هو 10 اتموسفير كضغط و 25 سنتيغريد. المطلوب حساب الماس ترانسفير كوفيشنت اللي هو الكي. هنا ما ذاكرنا نوع هذا الكي، بس احنا لازم نستنتج من عنده هو يا نوع. وايضا طالب من عندنا الماس فلاكس at the point of consideration، يعني يريد ايضا الفلاكس. الديتا المطيني اياها the diffusivity of CO2 اللي هي ذوبانية CO2 وين بالهواء تحت ظروف 25 سنتيغريد و1 اتموسفير 0.164. مطينا الدنسيتي للهواء at standard temperature pressure، مطينا 0.0808 باوند فوت تكعيب. هنا يقصد الطلاب الستاندرد اخذها، الستاندرد temperature pressure معناتها شنو عندنا؟ التمبريتشر هي 0 سنتيغريد، هاي خلوها ببالكم، والبريشر 1 اتموسفير. هاي ترى الستاندر هو اعتبر هاي الستاندر وليس التمبريتشر 25، فهي تنتبهون عليها طلاب. The viscosity of air اللي زوجه مطلعينها at 25 سنتيغريد و10 اتموسفير 0.018 سنتيبويز. مطينا قيمة هنريز كونستانت ال 1640 اتوم على مول فراكشن. وايضا مطينا عندنا المعادله اللي نقدر عن طريقها نحسب قيمه الكوفيشنت. اوكي طلاب، نلاحظ اول شيء تركيبه السؤال. الاول ما نشوفها الوحدات مال السؤال هي غير متجانسه، بالمره غير متجانسه. اوكي رقم واحد. رقم اثنين، الظروف التشغيلية مال النظام اللي هي 10 اتموسفير و 25 سنتيغريد. الاحظ هنا المعطيات اللي تلاحظوها طلاب، يعني هاي كلها اشارت عليها، شوفوا اذني كلها عبارة عن كونديشن متغير. كونديشن متغير يعني شوف الذوبانية مطينياها 25 سنتيغريد 1 اتموسفير، الدنسيتي الكثافة at standard، الفيسكوسيتي مطنياها نفس الظروف التشغيل مالتنا. فهنا هم نخلي بالنا لازم المفروض هاي المعطيات مال السؤال لازم نغيرها بدلالة conditions of the system، بدلالة ظروف العملية مالتي. فهي كلها أخليها ببالي قبل ما أشتغل وأوجد المطلوب من عندي. طلاب نلاحظ من السؤال بأنه عندي عملية انتشار الغاز CO2 بالهواء وعملية انتشار الغاز CO2 وين بالماء. من دي يصير عندنا حسب معطيات السؤال نلاحظ بأنه السؤال هو يحتوي على فقط انتشار CO2، لأن وماكو انتشار مثلا الماء بال CO2. اذا حسب المعادله المطينه اياها، اذا الشيرود نمبر المطينه اياه شو يساوي لنا؟
كي سي داش مضروب بيش مضروب في الدايميتر على شنو؟ على الديفيوزيفيتي دي اي بي يساوي لنا المعادلة. أنا ما عندي هسه المعادلة بها مشكلة، يعني بعدين لازم نوجد الشغلات اللي هي دايمنشنلس جروب. أنا مشكلتي وين؟ بالثابت، أنا أريد أوجد قيمة الثابت. هو ما قال لي يا نوع من أنواع الثوابت اللي يريدها قيمة الكي، عندنا كي سي داش، كي سي بدون داش، عندنا كي اكس داش، عندنا بدون اكس، كي اكس بدون داش، كي واي وهكذا. أنا افتهمت بأنه بما أنه السؤال فقط هي عملية انتشار الـ CO2 بالماء، إذا معناتها انتشار من جهة واحدة. إذا حسب الموضوع اللي أخذناه سابقا بالمحاضرة السابقة، إذا المفروض هذا الـ KC اللي معطينا إياه هذا ما أعتبره KC، لازم أحوله، لأنه أنا الثابت حسب النظام مالتي هو KC وليس KC داش. إذا معناتها أنا لازم أغيره. فالعلاقة اللي حكيناها بالجداول المحاضرة السابقة اللي تربط بين الكي سي والكي سي داش هاي العلاقة. إذا أنا لازم أوجد صيغة رياضية أقول الكي سي داش الشي يساوي لنا طلاب يساوي لنا منو أحد إذا وياي أنتو يكونون كي سي داش، لأن أنا أريد أشيل الكي سي داش من معادلة الشيرود، فمعناته يساوي كي سي داش يساوي KC مضروب في اللوج المين partial pressure، خلينا نمسحها يعني تكون واضحة قدامكم، KC مضروب في اللوج المين partial pressure الكل مقسم على التوتال pressure. إذا هذا هو قيمة الKC ضمن العلاقة التحويل الKC داش إلى الKC. اخذ هاي العلاقه اعوضها بمعادله الشيرود اللي معطينها بالسؤال فصارت بهاي الصيغه. اذا هو مطلوب من عندنا ايجاد قيمه الكي سي، لانه حسب السيستم مالتي الغاز ينتشر باللكويد وليس اللكويد ينتشر بالغاز. فاذا حصلنا هاي العلاقه، هسه ذاك الوقت اشوف ابدي احول كل الثوابت اللي معطينا اياها الى اليونت بدلاله المتر والسكند وما شابه ذلك، وابدي احول الظروف المعطينيه ها المعطيات بظروف السؤال اللي هي لازم تكون شنو هي ظروف السؤال؟ العشرة اتموسفير وال25 اتموسفير سنتيغريد. فالمعادله هاي الموجوده، وبعدين يلا اطبق قيمه الكيسي بالمعطيات لايجاد قيمه الكيسي. فاذا لازم احول كل المعطيات بالكونديشن اللي انا معطيني الكونديشن السيستم مالتي 10 اتموسفير ودرجه الحراره 25 سنتيغريد، وايضا بعد ذلك من احولها اوجد قيمه الدايمنشنلس جروب اللي هو الرينولد نمبر والشميد نمبر. فالطلاب اول ما راح ابدي راح ابدي بعمليات تحويل المعطيات الى الوحدات الاس اي يونتس اللي هي بدلاله المتر او السكند او اي ما شابه ذلك حسب التحويلات اللي انا احتاجها الكيلوغرام. فاول ما مطينا قيمه السرعه 3 فوت بير سكند راح احولها الى متر، مطينا الدايمتر بالانج راح احولها الى متر، مطينا الفيسكوسيتي بالسنتيبويز احولها الى كيلوغرام على متر في سكند. هاي تقريبا التحويلات. نيجي هسه على مبدأ اللي باقي تحويلات ضمن عملية تحويل الظروف تحويل المعطيات إلى الظروف التشغيلية اللي هي 10 أتموسفير و25 سنتيغريد. مطينا هسه الـ density at شنو كاتب لنا standard temperature بريشر. هنا قصد بها ستاندرد تمبريتشر بريشر بانه ات شنو 0 سنتيغريد و1 اتموسفير. فاذا لازم احولها بدلاله منو؟ بدلاله ال 25 سنتيغريد وشنو 10 اتموسفير. فهسه راح ابدي احول عندنا مثل ما قلنا الدنسيتي معطينا اياها بالصفر والواحد اتموسفير، فالعلاقه اللي تربط بين الدنسيتي في حالة الستاندرد كونديشن والدنسيتي في حالة الكونديشن للتشغيل مالتي حتكون بهذه الصيغة. فأنا أريد الدنسيتي at 298 at
10 اتموسفير، معطيني الدنسيتي ات ستاندرد كونديشن، واقسم الضغط على درجه الحراره لكل دنسيتي معني بالموضوع، فراح احصل على دنسيتي. اول شيء راح اطلعه بدلاله من هو الباوند على فوت تكعيب، وراح ارجع احوله الى اس اي يونت. هاي منا معطينا اياه، هو الرو واحد هو معطينا اياه، فحولته بالبدايه. ارجع اطبقها وين؟ اطبقها هنا، راح اوجد قيمه الدنسيتي اللي انا اريده بالكونديشن مال السيستم. راح اسوي وراها معطيني الدي اي بي، الدي اي بي اللي معطيني اياه ايضا مالته كوحدات اللي هي معطيني اياها بدلاله السنتيمتر تربيع، فحوله الى شنو؟ بدلاله المتر تربيع على سكند. هاي رقم واحد. رقم اثنين معطيني ايضا بدلاله شنو؟ الواحد اتموسفير، وشنو عندنا درجه الحراره. فهنا راح ارجع هنا اشتغل، لازم احول اذا تتذكرون الديفيوزيفيتي اذا معطيني قيمتها تختلف عن قيمه السيستم ماتي، استخدم هاي العلاقه الرياضيه اخذناها بالمحاضرات السابقه، فراح اوجد قيمه الديفيوزيفيتي ات 10 اتموسفير و25 سنتيغريد. احتاج بالحل ماتي قيمه اللوج المين بارشل بريشر. لوج هسه تقريبا خلصنا احنا كل شيء، راح ابدي هسه اوفر الشغلات اللي احتاجها على مود اوضعها كقيم رياضيه، وين؟ بالعلاقه لايجاد قيمه الكيسي. لإيجاد قيمة الكيسي أول ما راح أبدي أحتاج اللوج المين بارشل بريشر. اللوج المين بارشل بريشر دائما هو بي بي 2 ناقصا بي بي 1 على لين بي بي 2 على بي بي 1. هو أحتاج معناتها قيمة الضغط للمادة اللي هي غير منتشرة، فلهذا إحنا أول مرة أشوف أحتاج قيمة البي أي 1 وأحتاج قيمة منو؟ البي أي 2. عن طريقها راح أوجد وراها قيمة البي بي 1 و بي بي 2. البي اي 1 اللي انا لازم اطلعه، هو ما مطيني اياها، مطيني هو المول فراكشن للغاز السي او 2 بالهواء. ايش قد نسبه المول فراكشن الغاز السي او 2 بالهواء؟ قيمته 0.1، اضربه في التوتال بريشر راح يطلع لي البي اي 1. زين، من البي اي 1 اقدر اوجد قيمة البي بي 1 اللي هو البي توتال ناقصا البي اي 1، راح يطلع قيمة البي بي اي 1. زين، البي اي 2 شلون احسبه؟ احسبه هو معناته شيء يمثل ان هنا البي اي 2، ارجع البي اي 1 اول مرة، البي اي 1 يمثل لنا غاز السي او 2 وين؟ بالهواء. البي اي 2 يمثل لكم غاز السي او 2 على سطح الفاصل اللي هو الانترفيس بين الهواء والماء. زين، شلون اطلع الضغط؟ شلون اطلع الضغط للغاز موجود على سطح سائل؟ باستخدام قانون هنري. باستخدام قانون هنري احد اشكال، لانه قانون هنري عنده عده اشكال لايجاد الكونسنتريشن الموجود على سطح السائل. احد اشكاله هو البارشل بريشر، شو يساوي لنا؟ الثابت هنري الاتش مضروب في المول فراكشن. فايجاد قيمه البارشل بريشر للغاز على سطح الانترفيس، فمعناتها لحاجه قيمه البي اي 2. فالبي اي 2 شو يساوي لنا؟ يساوي لنا مول فراكشن للغاز السي او 2 في الانترفيس، معطيناه قيمته 5 بالالف مضروب في ثابت هنري، فراح يطلع لنا قيمة الـ PA2. من الـ PA2 عرفته، راح أوجد قيمة الـ PB2 اللي هو Total Atmosphere ناقصاً الـ PA2. ورا ما وجدت الـ PA1 والـ PA2 أطبقها في معادلة اللوج المين بارشل بريشر، راح أوجد قيمة اللوج المين بارشل بريشر. الآن طلاب، ورا ما حولنا كل المعطيات مالتنا حسب الاس اي يونتس، وحولنا كل ايضا المعطيات بدلاله الكونديشن للسيستم ماتي اللي هي درجه الحراره 25 سنتيغريد والضغط 10 اتموسفير، ما بقى لنا شيء هسه، نخلي المعادله الرئيسيه اللي مطينيها هو قدامي، او
هاي الملاحظة طلاب عرفوها، احتمال يعطيكم عدة معادلات وحسب النظام مالتكم راح تختارون المعادلة اللي تحسبون من عندها قيمة الثابت. يعني شنو أقصد بيها؟ يعني في حالة هسه قلت لكم بالمحاضرة الجزء الأول بأنه أول شيء أنا لازم أعرف شنو النظام مالتي الجيومتري. هاني عندي هسه عمود دا يقول كولوم، والعمود عادة يكون على شكل بايب هو يقصد به، إذا معناته أختار المعادلات اللي فقط مطنيها بالبايب. هاي رقم واحد. اثنين، هو فقط هنا دا يقول عندي الغاز دا ينتشر بالسائل، اذا معناتها عندي الطور هو شنو غاز، فاخذ المعادلات مال الانبوب اللي ينتشر بيه الغاز. الشغلة الثالثة، لازم اشوف احتمال مطيني عدة معادلات بيها بايب وبيها غاز، اشوف اختار ياهم من عندهن اختار، يعتمد على قيمة الرينولد. اذا لازم اني احسب قيمة الرينولد بالبداية، اشوف يا معادلة هي هاي ضمن الرينج مال الرينولد فاختاره. فهنا هو مطيني اياها المعادلة طلاب، فماكو داعي ندخ بهاي الامور كلها، بس دخنا بانه لازم نغير قيمة الثابت الكيسي حسب الميكانيكية مالتي اللي هي فقط انتشار الغاز في السائل، اللي هي وليس انتشار السائل ايضا بالغاز، اذا الثابت يكون بدون داش حسب ما تعلمناها بالمحاضرات السابقة. نرجع على هاي المعادلة، نلاحظ المعادلة بانه تحتوي التوتال بريشر اني مطيني اياه، الدي اي بي اني حسبته مرة ثانية حسب الكونديشن مال النظام مالتي، حسبت اللوج المين بارشل بريشر، الديايمتر للبايب مطينية، بقالي فقط احسب لازم قيمة الرينولد وقيمة الشميت نمبر. اجي اعوض اقول الرينولد هو شو يساوي لنا؟ الرو في اليو في الدي على الميو، والشميت نمبر هو عبارة عن الميو على الرو في الدي اي بي. الاحظ المقطعات اللي موجودة او الرينولد هو من متكون، الرو انا عدت حسابه حسب الكونديشن مالتي، اليو حولت الوحدات مالته حسب الاس اي يونت، الدي حولت الوحدات مالته حسب الدي اي يونت، والميو ايضا حولت الوحدات مالته حسب الاس اي يونت. هاي كلها مطنيها بالسؤال، هي فقط عمليات تحويل. وايضا اجي على شميت نمبر، الميو ايضا نفس الحالة والرو والدي اي بي، اذا كل شيء متوفر عندي، فقط اعوض الارقام بالقانون هسه وراح اوجد قيمة الثابت الكيسي وليس الكيسي داش. مثل ما قلنا حولنا المعادلة بدلالة الكيسي، هذا هو الكوفيشنت الماس ترانسفير كوفيشنت اللي طالبة من عندي بالسؤال. نجي المطلوب الثاني من عندنا، طالب من عندكم الفلاكس، طالب من عندكم الماس ترانسفير اللي هو الريت اوف ماس ترانسفير. الفلاكس انا خليت هاي المعادلة، ليش هسه تقولوا لي انا خليت هاي المعادلة؟ هاي المعادلة لأنه تعبر عن عملية انتقال غاز، عملية انتقال غاز، فبدلالة الكي جي، الكي جي مضروب في الدرايفنج فورس للبارشل بريشر. من أريد أوجده أنا المفروض عندي قيمة الكي جي وقيمة البي أي 1 وقيمة البي أي 2. البي أي 1 والبي أي 2 أنا وجدتها من ضمن المطلوب الأول من السؤال، فقط هسه ما عندي قيمة الكي جي. هنا استخدمت هاي المعادلة، ما استخدمتها بدلالة الكونسنتريشن، لأن أنا مدة أعلمكم أيضا شلون نربط بين الثوابت. الكي جي لازم أربطها، لازم أحولها أو أوجد قيمتها. أوجد قيمتها من مين؟ من العلاقات اللي أنا أخذتها بالمحاضرة السابقة، أربط بين الكي جي اللي أنا أريده والكي سي اللي هسه وجدته أني، على مود أقدر أوجد قيمة الكي جي. فالمعادلة اللي تربط مثل ما أشرتها بين الثوابت هاي، الكيسي أنا وجدته هسه، والآر أنا المفروض حاسبه حسب وحدات السؤال، والتمبريتشر هي 25 سنتيغريد اللي هي 298. عوض الأرقام بهذا القانون راح نوجد قيمة الكي جي. وجدنا هنا قيمة الكي جي، راح أعوضه وين؟ أعوضه بالمعادلة أعلاه، وأيضا بتعويض اللي هو البارشل بريشر الاول للماده A والبارشل بريشر الثاني للماده A ايضا، راح اوجد قيمه الفلاكس اللي هي هذه الموجوده 2.6 في 10 اس سالب 3، وحداتها كالعاده وحدات الفلاكس اللي هي مول على متر تربيع بير سكند. هاي المحاضره طلاب تعلمنا كيفيه عمليه
إيجاد قيمة الكوفيشنت ضمن معادلة معطاة لنا واحتمال ما يعطينا هاي المعادلة، وأيضا عملية تحويل اليونت وعملية تحويل المعطيات مالتنا ضمن كونديشن السؤال وكيفية إيجاد الفلاكس. نرجو أن تكونوا قد استفاديتوا من المعلومات الموجودة ضمن هذه المحاضرة، وإن شاء الله لقائنا في محاضرة قادمة، وشكرا جزيلا للجميع.